يا بسم الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم الشات. فيديو ديفيرونت اليوم، باغي نجاوب لاول مره غنجاوب شي واحد اللي كيدير رياكشن ولا شي واحد اللي كاين في لا ميم شوز اللي كندير انا في يوتيوب. وكما تكونوا قريتوا في العنوان سي اون ريلاسيون مع نيموغول. اسمح لي الا دي فوا غنبغي نقول سميتك ولا قلتها دغيا وخرجت نيغومون، باسكو اول مره دخلت لاشين ديالك ماشي دابا، صافي مومون كو جو كوني باشين وقريتها نيغومون وبقات لي ميموريز. عرفت ملي كتاخذ شي حاجه غلط من المره الاولى بقات بحال هكاك، مي جو فيغ لي فور باش نقولها صحيحه. اسمح لي الا طرات. سو دي خطره كان واحد لايف انستغرام ديال ام ار تي وكنت طالع معاهم وانا نقول ما عرفتش فين غبر هاد الصاط هذا. سو جيت الفيديو جيت لاشين ديالك جي تروفي لا ديرنيير فيديو د نومونتيري جو بونس سلسله ديالك ليبيزود 38 هذا و tu parles كدوي على الراي ديالك كتقول اشنو كاين. وهاد لا فيديو بالضبط داوي على روابا ديال المغرب والتليجرام. سو تفرش الفيديو اي متفق مع سيغتان بوين مي با مال دو بوين ما متفقش معاهم داكور. سو صافي غنقول لك الراي ديالي اي سي ني ريان كونتر توا او كونترير. كيما قلت لك ديجا كنت عارف لاشين ديالك، ديجا tu fais partie des gens اللي كيبان لي كيديروا خدمه زوينه، ماشي بحال العرباز اللي مليوحين بزاف كيدو على الراب والرياكشن وهذا وهذا وما لا علاقه مع داكشي غير حنت عارفين تابعين على الموجه حتى هما وما اكثرهم. ولكن تبارك الله نتايا لاناليز ديالك التفكير ديالك اي لا فاصون كومون tu parles de la musique en général فيها واحد الوعي وفيها واحد لا كونيسونس. سو كتستحق انني ندير فيديو ونقول لك الراي ديالي حتى انايا ونوريك الاختلاف ديالي معاك فين هو. سو على بركه الله نبداو الفيديو. انا جاي ايفيتي نبدا الفيديو من الاول فيها 17 دقيقه 40. سو غادي نبدا في الاول كان 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 كيشرح شنو هو تيليجرام وهذا والفيديو علاش دايره، وهنا عاد غادي يبدا لاناليز ديال نيموغون. ناري سميت ديما كنقمز وسطها ما عليناش شي واحد. سو انا دابا تنهضر اون جينيرال، يعني دابا تنهضر على كل رابور اللي كيقول هاد الهضره ديال خاصكم تمسكوا ليا غير من سبوتيفاي غير من يوتيوب وما تمسكوش ليا من بلايص اخرين وما ديروش انت هاد الهضره موجهه ليك. يعني ملي يقول لك راسك مربع راسك مربع سواء كتسطينا هاد راسك مربع عليك كتامن مكعب فان انت غبي في النظر ديال نيمو. علاش سو غير هاد النقطة هادي بعداك جو نو بونس با كاين شي واحد في روابا اللي خرج قال لهم بغيتكم تبقاو تمسكوا ليا غير في سبوتيفاي حيدوا الشي الاخر حيدوا هادي. هنا كاين واحد المغالطة حتى واحد فيهم ما قال. جو بونس لو فغي بروبليم كان خارج على اساس انه بانوا دي جروب اللي كي تيليشارجيو لا شوز تيليجرام وكيسهلوا القضية لبنادم. انا شو با كونتر ان بنادم اللي ما عندوش لي موايان يتيليشارجي، ولكن جو سوي كونتر انك تيليشارجيها وتحل الباب للناس اخرين يبداو ياخذوها. كتسهل لهم سواء كدير شان في يوتيوب سواء كتمشي ديرها في تيليجرام باش دير شي حاجه تاخذ خدمه ماشي ديالك. هذا هو لو فغي بروبليم، ما ان بنادم ما عندوش الامكانيات ولا ما عندوش القدره ولا ما باغيش يتبرزط ولا ما عندوش انترنت باش يكون في سبوتيفاي اي دوتر بلاتفورم. وي من حقه، لان اول حاجه ما عمر فنان او لا صانع محتوى فني بهذا المصطلح او لا برودوي منتوج فني ما عمرو ما كان كيدير طبقيه في اعطاء هذاك المنتوج. وهادشي ما كانش ما كانش طبقيه، فنان ما غيتسمى فنان واخا بينكم وبين الفن درجات. اي سا سي موفي، سا سي موفي خويا، باسكو tu peux pas juger الفن ديال شي واحد. tu peux pas راه بنادم راه اغلقة ديال السيلو مع شي تخربيقه يلويها ويدير شي تويشيه ويقد يصنع لك شي حاجه. تنوض تصايب غير مرقه، راه كل واحد وكيدير التفكير الفني ديالو، راه تصايب غير مرقه ما عندكش هذا تقادا وتصرعها. كاين الفن في اي حاجه، الفن في اي حاجه، غير كاين اللي عنده ديك اللمسه الفنيه فاش يبغي يدير حاجه وكاين اللي ما عندوش. سو ماشي صافي غير الموسيقى، اي حاجه راه غير يبغي يصبغ غض حيط في شي دار، كاين اللي غادي يدي يتفنن عليه وكاين اللي غير غايجيو غادي شلاش شلاش صافي راه مصبغ. وهادي سي سا لا ديفيرونس. ولكن tu peux pas سا سي سا سي سي اون ايرور دو دير وبينكم وبين الفن غير هذا. ودوك الناس كاع اللي كيتصنتوا لهادو اللي كو tu en tête باسكو جو سي كو ميم شي كتقول ما كتجمعش مي سا سون كو سي ان بو بيرسونيل. هاد الناس اللي كيتصنتوا ليهم كاملين غالطين، حتى واحد فيهم ما فاهم في الفن. ما غيتسمى فنان الا كان تيقول خاص هاد الطبقه فقط
هي اللي تمزج. انا لحد الساعه باقي ما سمعتش، الا كاين شي فيديو اخويا وريني هذا الفيديو، انا ما شفتهاش. انا هذه اللي كيقولوا خاص غير هذه الفئه هي اللي تجي تشوف اللوحات اللي كرسم. الا كنتي بحال هكا فمبروك عليك، انت حمار. مي سينو بالنسبه للبلان ديال علاش بغاو الناس يتمسكوا في تيليجرام، حنا قلنا بانه كاين سبب واحد بلوتو علاش بغاو يتمسكوا في لي بلاتفورم ديجيتال، خصوصا سبوتيفاي وديزر، هذا لانها فيها مدخول كبير بزاف. ولكن اللي خاص هاد الناس يفهموا هو انه اول حاجه حنا باقا ما عندناش اون اندستري، ما عندناش الاندستري حنايا في المغرب. That's true. اللي هي ميوزيكا ما كايناش، باقا الاندستري ما كايناش اللي غادي تقدر تبدا تخدم على انه يوليو عندنا شي حاجه سميتها لي بلاتفورم ديجيتال، وتولي تمزك حتى نتايا في سبوتيفاي وديزر، ويولي يكون عندك كونت في هاد لي بلاتفورم هذا باش كتمزك الروابط اللي كتمزك ليهم من هذاك لي بلاتفورم وماشي بلايص اخرين. حنا باقا عندنا مشكل كبير من ناحيه ديال الفان، مازال كيطرا عليه بعض التغييرات. اوكي اون سكي كونسير لاندستري، كيف ما قلتش وي متفق معاك، لاندستري باقا ما كايناش، مي اون با دير كو ما كاين والو، ما نقدوش نقولوا كو ما كاين والو كاع وما كاينش الراب وما كاين حتى شي حاجه. لو فري بروبليم اللي كاين، لو فري بروبليم هي البينغا، راه العاقه، العاقه هي اللي كتحرك اون اندستري، لاندستري كدور بالعاقه غادي من هنا. باسكو اون با دير كو الدراري سون با تالونتيو، ما عندهمش الموهبه. هاد الروابا كامل اللي كاين في المغرب ما كاينينش الموهبه، ما كاينش خدمه لي بيت ميكر. شحال من واحد، شحال من واحد اللي كيديروا لي كليب، شحال من حاجه صار تيلمو ايفولي، ولينا كنشوفوا دي تروك كي سون بون. سو كي ريست هو باقي ما عندناش ديك لا غروند اندستري تاع بنادم يولي سوبر ستار غير بالراب، غير هذا غيسيني ان كونطرا ديال 300 مليون وهذا الطن باسكو لو بوبليك كي لو دوموند. هذا لو بوبليك شحال ما كانش كي دوموندي باسكو كانت حكر على الموسيقى العاديه، الراب سيتا ديال الزنقه، غيبقى في الزنقه. ديغنييرمون بدات لا راديو كتزعم، من نهار بانت هيت راديو داكشي بداو كيزعموا على الراب، وصافي اون بارل دو بلوس كو 11 اون دابا يا ولا شي حاجه باش هيت راديو كاينه. اي دوبي لو طون بدات لاندستري بحال يلا غادا تبين الريش، يلا غادا تخرج. مي اون بو با دير كو ما كاين والو والو، خاص العاقه. اي باش تكون العاقه راه هاد الفكر هذا اللي خاصنا نديروه، خاصنا نقلبوا على ان بنادم اللي قاد يدير داكشي من سبوتيفاي ولا من اي بلاصه اخرى يديرو. خاص بنادم يفهم بانه كاين اللي عرف الراب غير في 2017 2018 2019 وكاين اللي عرفو غير في الحجر الصحي. وهذا الراه ماشي تنقول انا على لي فان، حتى نتوما اللي كتسحب لكم راكم وصلتوا، حتى نتوما راكم ما عرفتوا الراب حتى 2015. ما عرفتش انا شكون هما حتى نتوما اللي كتشحنش، الا ما كانوش لي فان غيوليو لي رابور. سو كدوي على لي رابور اون جينيرال، مي tu peux pas dire ton message est trop agressif خويا. نتوما في 2017 بديتو هذا الطن 2016 وبديتو كديرو في 2017، دونك المشكل راه حنا باقي ما وصلناش لذاك الدرجه ديال اننا يولي عندنا واحد الثقافه موسيقيه ديال كيفاش نتبعوا لي 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 زارتيست ديالنا وكيفاش نسوبورتيهم. دونك هادشي كيعني بانك انت الا كنتي بنادم وكتفكر خاصك تفهم باللي عندك محتوى موسيقي، عندك برودوي ديال الموسيقى كتعطيه لينا، خاصك تقبل بانه كاين اللي غيبقى يتبعك وغيشري غيدير اي اي مثلا لحتي البوم او لحتي او بي كيفما مؤخرا لاح سمول اكس او بي. ديك الاو بي اللي لحتي قبل ما نبعدو بزاف هاد النقطه هذه اللي قلتي هنا، خاصك تشيكي يعني لي زارتيست ديالنا وكيفاش نسوبورتيهم. دونك هادشي اننا يولي عندنا، دونك المشكل راه حنا باقي ما وصلناش لذاك الدرجه ديال اننا يولي عندنا واحد الثقافه موسيقيه ديال كيفاش نتبعوا لي فوالا. صح حنا باقي ما عندناش واحد الثقافه كما كنقول بيرسونيلمون. انا الثقافه ديالي كبرت انني كنتيليشارجي كلشي، كنتيليشارجي الوغ كو الحمد لله جي لا بوسيبيتي باش نشري، واني كبرت انني كنتيليشارجي ويندوز كراكي فوتوشوب كراكي كلشي الوغ سي با بوسيبل انني نشريو، واني كبرت بحال هكا. اسكو جو بو شونجي واش نقدر نبدلها؟ وي بيان سور نبدلها، ولكن ملي كنشوف الشركات الكبار والروينه وهادي شحال كيدخلوا داك البتي كراك ديالي انا ما دايرش واحد غو ديفيرونس، شحال هادي وبنادم كيكراكي وباقي الشركات كبار. صوف كو بالنسبه للرابور مغربي وانايا التليفون ديالي شبعان ديسك ديال الراب سبوتيفاي، يلاه اجوتيتو دابا واحد الشهر صراحه
باسكو جو سوي كابابل الحمد لله دو لو فير, ولكن باش نعاون الوغ كو باقي نقد نتيليشارجي سون بروبليم, باقي نقد نتيليشارجي سون بروبليم, ولكن غير الا بغينا كما كتقول هاد الفكره تبدل يفو باسي دي ميساج, باسكو لا مويان داج راه هابطه بزاف. جيماجين كنت عارفها, راه كندوي مع بنادم اللي باقي لا مويان داج, سو خاصهم لوريونطاسيون, خاصنا نبينو لهم الطريق. سو الا مشاو كلهم كيشوفوا غير تيليجرام ودير تيليجرام وضحكوا تيليجرام دير تيليجرام, جامي هاد لاندستري وجامي هاد ليسبري وهاد لا فاصون دو بونسي ديال اون اندستري اللي خدامه مزيان ما عمرها ما غاتانستالا, ما عمرها ما غاتكون عند بنادم. لي زارتيست ديالنا وكيفاش نسيبورتيهم. دونك هادشي كنطول في الفيديو شادرنا. الا كنتي بنادم وكتفكر خاصك تفهم باللي عندك محتوى موسيقي, عندك برودوي ديال الموسيقى كتعطيه لينا, خاصك تقبل بانه كاين اللي غيبقى يتبعك وغيشري غيدير اي اي مثلا الاحتي البوم او الاحتي او بي كيفما مؤخرا لاح سمول اكس او بي. ديك او بي اللي الاحتي كاين واحد الانسان اللي غيبريكومونديها, كاين اللي غيعيط لك غيقول لك خي سمول اكس واجده اشوف اخويا انا ما راحش نساهم معك, غادي نفرسي لك واحد 3000 درهم ولا واحد 2000 درهم منها سيبورتك, وفي نفس الوقت بغيت نكون انا اول واحد كيتمزك لهذا. كاينين هاد النوعيه ديال لي فان ويقول لك واش عندك شي برودوي شي سويتشيرت ولا شي تي شيرت ولا شي طاكيه ولا كاسكيطه ولا هذا ديالك سمول اكس بسميه ديال صالي برودوي ديجا كاينين نيموغون لي برودوي تقريبا كاع لي رابور اللي كاينين في المغرب دابا راه ولاو كيبيعوا لي برودوي ديالهم, كلشي كيبيع لي برودوي. بيرسونيلمون انا خديت برودوي سي با اوسي كومبليكي كسار, راه ولاو كيديروا الدعايه لداكشي ديالهم وغادي نخدامين على راسهم. سو انا با بيزوان ديت بيرسونيل الو واش كاينه شي كاسكيطه, راه محركين البياس محرك القضيه. باش حنا باش نزيد نشري شي من عندك شي جوج ديال لي برودوي هاد النوع اللي لي فان كاينه لايك برهم عندك وتولي عندك هاد الكاتيجوري, ولكن كاين عاوتاني الكاتيجوري الثانيه. شنو هي هاد الكاتيجوري الثانيه؟ هي اللي مخلصه داك الابونمون مونسيوال اللي هو شهري في كاع لي بلاتفورم ديجيتال اللي كاينين اسافوا في ديزا سبوتيفاي ابل ميوزيك هذيك انغامي تخرب كامل ويوتيوب بريميوم. يعني هاد السيد هذا هو يتمزك لي في هادشي كامل, يبقى يدخل لك اللعقه ولكن عنده الامكانيات وهو اصلا هكا هو وصل لهاد الدرجه. وكاين عاوتاني اللي حدو يوتيوب يوميا كونيكتي ويبقى يدخل يتمزك لك في يوتيوب باش انت تبقى تدخل فلوس د الادسنس اللي ولاو تيجيوكم قلال وقنعوا شي شويه قنعوا. اوكي سا جو با داكور, سا جو توتالمون با داكور. ما عند حتى شي واحد الحق, فهمتي؟ القناعه شي حاجه زوينه ومن احسن الاشياء اللي كاينه في الحياه, ولكن حتى واحد ما عنده الحق انه يقول لشي واحد على الخدمه اللي دار وقنع خذ هذا الشيء وقنع. نو هو يجيب القناعه من عنده, حنا ما كنعطيوش امر باش اننا نقول له وقنع شويه. بحال شي واحد جبتي للدار صايبك الجليج باش حاجه وفي الاخر لحتي ليه 50 درهم وقنع والقناعه راه كتدخل الجنه صافي با دو سونس. خدمتو كتفق معاه هو كيقول لك واخا يقول لك حتى مليون واخا تكون كتصايبها ب 100 درهم سي سون شوا يدير قناعه ولا ما يديرش قناعه اخويا. حنت ملي كتقول لهم قنع صافي با دو سونس هو اللي عارف خدمته. سي فري كو كاينين اللي كي اكزاجيريو ولكن ما تقدرش تقول لنا قنع على خدمتك وانت اصلا ما درتيهاش معاه. شوف غادي يدخل فلوس للادسنس ولكن هذا جهدو معك. وكاينين واحد النوعيه اللي مازال ما وصلتهمش يوتيوب, انت راه يسحب لك بانك واش تعرف شي حاجه سميتها يوتيوب سي غاغ. الشريف راه كاين اللي ما عندوش يوتيوب, كاين اللي ما تعرفش شنو هي اليوتيوب, ما تعرفش يدخل ليها. كاين اللي كيمشي عند مول السيبات يقول ليه اخويا اش داك الطراك الجديد ديال سمول اكس دوبل اكس ال هاك اخويا الله يحفظك نز دخلوا لي الله يحفظك عندي في ام تي والله يرحمك. باقي مقلال ماشي بهاد الدرجه هذه, ماشي بهاد الدرجه هذه. كاينين هاد الاشكال ما داكشي غادي وكينقص. راه في مناطق غابره في المغرب لقيت بنادم عندهم تليفونات الاخرين وشي لعيبات اللي ما كاينينش, فهمتي؟ راه صافي با دي غير راه العولمه راه غاده كتخرط في الانسانيه. واش هاد النوعيه انت ما بقيتيش باغيها تكون عندك في الفان بيز ديالك؟ وهادي تما حتى واحد ما قالها, حتى واحد ما قالها اخويا. اللي بغيتي نشوف الهضره هي على سمول اكس دابا خديت به ميتا حيت هو اللي خرج هاد الهضره. عندك مشكل مع سمول اكس على خير, ونتمنى انها تخلي داك الربح اللي هو باغي.
مي كنهضر اون جينيرال. يعني اصاحبي واش هذا ما بقيتيش انت قاعد كاين واحد النوعيه عاوتاني il faut pas dériver les idées خويا لي مكون دابا حتى واحد راه كنعاود الا كان شي فيديو عطيني نشوف اخويا الا شي واحد قالها من لي رابور غادي نبدل الفيديو ديالي ارى ليا اخويا باش نشوفها مي سورتو سكو جي في حتى واحد فيهم ما قال لهم ودوك المقود عليهم الفقراء حتى واحد ما يتصنت ليا ما بغيتش انا هادوك بغيت غير الملاحقين وكلشي اللي عنده سبوتيفاي وتا ما يدخل جي با اونتوندو الناس كاعوا على التسريب كنعاود نقول لك الفكره اللي غاده وان بنادم كيضرب لهم الخدمه كامله في الزيرو والطوموبيله الا ما كانش فيها ليسونس ما غاتزيدش واخا تكون عندك احسن طوموبيله في العالم ما ديرش فيها ليسونس ما غاتزيدش سي لا ميم شوز الفلوس وما باش كيتحرك بنادم وما ليسونس ديال هاد الحياه ما غايشريوش لك السعاده ماشي ولكن كيسهلوا لك بزاف ديال الحوايج في الحياه وكيمكنوا لك انك تزيد في داكشي اللي كدير اللي عنده المزيكا كتساوي تيليشارجي في داك السيتس ديال يوتيوب تو ام بي 3 طولنا في البيت المزيكا من يوتيوب ام بي 3 واللي عنده في التليفون واش انت ما بقيتيش باغي هاد النوعيه بلي فان كاين اللي عنده المزيكا غير في البي سي التليفون ما عندوش عنده عظم وعندو كانجي مرو باقي من عام الفيلم تيدير فيه المزيكا تياخد كلي يو اس بي تيعمرها بالطراكات ديالو كتمشي تمزك لك في الدار ماشي مشكل ماشي مشكل غير ما تعاودش تبدا دير وتربح على ظهر واحد اخر باغي غير اللي يدخل لك فلوس دونك شنو هو اللي حنا تنبانو لك فلوس وهنا غادي نفتحوا داك النقاش الكبير واش الموسيقى بحالها بحال تنجرات وربما تنجرت هي كديرها حيت حرفه عزيزه عليك وكذا ولكن المهم واش نتوما صافي وليتو كديروا تديروا الراب غير باش تعيشوا به واش ما بقاو واش دراعكم صافي طفاو راه كاينين دي زارتيست اللي عندهم دي بروجي ديالهم بيرسونيل اصاحبي مي زابار الراب وكيقنعوا بالفلوس اللي كيدخلوا من الراب واش نتوما على الدرجه وليتو الموسيقى حيتو الموسيقى كفن ما بقاتش فن بالنسبه ليكم نو شي با داكور افيك توا اخويا مش با داكور راه ما كاينش شي واحد غادي قد يكمل الا ما كانوش امكانيات باش نتفقوا ولو بوبليك عندنا دابا انت ملي كدافع على البوبليك لو بوبليك اي لي فاكين اكزيجون لو بوبليك عندنا كيطلب بزاف بغينا الجديد بغينا كليب احسن من هذا وفينا مال الديسك هذا كيشبه بغينا شي حاجه اخرى بدل هادي دير هادي دير هادي كيبقاو يطلبوا 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 سو لو مينيموم اللي يديروا هو انهم soit avec le commentaire ou le like ou là s'ils sont capables et te connecter au Spotify c'est ça le truc alors n'tamni kadaf al public il faut savoir que ral ktrat fihom la hadra al public ou law baghin bzaf ta houma ou le rappeur bach ydir lihom ktar men dakchi li kidir راه خاصو امكانيات خاصو وقت وامكانيات شحال من حاجه ابار الا بغيتو بنادم يخدم فابور ولا خدم فابور ما يمكن تقعد ما كيخدم فابور في هذا العالم واخا يكون فنان نهار ما غادي واحد النهار غيوقف ولا تبيع وشرا دونك حنا دابا ولينا بالنسبه ليكم شنو اون دي كونسوماتور اوكي ولكن داكشي اللي مورال ما عندكم ما ديروا به دابا نتوما مابقيتوش بالنسبه ليكم داك خونا اللي كيبقى يبارطاجيكم ما عندكم ما ديروا به داك خونا اللي كيدخل في لي كومونتير تيكتب تراك ديال خونا ديال اكس راه زوين والله وكذا وهذا واحسن تراك هذا العام هذا تا هو مابقيتوش باغينو بيرسون هادي حتى واحد ما قالهاش ça c'est orienter l'idée de chose غلطه اخويا اللي مغون و tu as peut-être mal compris ولا انا اللي ما شفتش الفيديو peut-être اللي كدوي عليها خاصها ما تكونش محدوده على واحد الطبقه فقط خاص كلشي يتفرج فيها هذه هي الهضره اللي انا شو شوي داكور avec toi mais tu as mal galax ما تيدخلش قال لهم شوفوا اقطعوا المزيكا على الشرق الاوسط المهم هذه ما عندها حتى معنى هذه قطع واخا يبغي يقطع ما عنده ما يقطع واخا خاصو يحبس انترنت ويحبس كل شيء الا بغى يقطع امين هذا الموطاليتي ديال الزبل منين ملي جبتوا هاد الافكار هادو ما حنا بغيناكم توليو واعرين ولكن باش توليو واعرين خاصكم تخدموا ما توليوش واعرين بفلوس حيت تميزو عندهم 100000 ديال لي زابوني ومنو اعداد بزاف د الامثله بحال ça c'est un autre exemple on va rentrer dans les détails bzaf so غير pour Fatmi Zoul هاد لي زيكزامبل عطيت لي Fatmi Zoul rapper واعر ولاني كسول ماشي فهمتي ماشي شخصين كسول اللي ما كيخدمش بزاف so c'est normal il a bretti plus il faut travailler plus mais Fatmi Zoul تعاد ما كيختلف على كي داير Fatmi Zoul ما عليناش والناس اخرين اللي مشهورين راه ما سي سو با داكور بان بزاف اللي مشهورين هكاك ولكن ça veut pas dire بان ما كيستاهلوش راه داروا شي حاجه داروا دعايه داروا شي وشيه باش وصلوا لداكشي اللي واصلين ليه حاليا
سو يا سينو كيما قلت لك الاخرين راه عندهم لو ستايل ديالهم شي حاجه داروها جروا لي فان داكشي اللي كيلبس اي حاجه وحتى واحد ما كيقول الاخرين ما ديروش ما يمني كتعطي اكزامبل فاطميزو راه كيخرج ديسك في عام ديسك عام واش انت كفان غتبقى تسنى ديسك في عام ولا جوج ديسك في عام الوغ كو ديجا راه غبروا واحد عامين عاد رجع له واحد جوج ديسك دابا وقالي احنا بنادم ما تسمعش صوته حتى في الله راه ضارب لي مليون دابوني دونك المشكل فين كاين حنا دابا حنا في الشهره ونتوما بغيتو تزيدوا المشكل اخر اللي هو الفلوس العالم كامل خدام بحال هكا اخويا نيمو العالم كامل خدام بحال هكا واش دابا دوك اللي كاينين في امريكان اللي شادين مثل اندستري ملي غنجيو غنديروا العاقه غنحيدوها غنحيدوا العاقه ونحيدوا لهم الفيلات والطوموبيلات واش كيصحابك غتبقى لاندستري بحال هكا راه الفو ريفليشير اخويا ماشي غير راه هادو كتحيد لهم اللعيبيشه غيوليو حتى هما غيمشيو يقلبوا على تنجارت كيف ما قلتي باسكو لو موند فو د لارجون لو موند باغي هادشي هما لاندستري الا اكسبلوزي باسكو كان لو موفمون بدا من تما وامريكان اي حاجه كتشجع امريكان دوبي لو طون كانت باغا تكون هي احسن حاجه في الموسيقى في الافلام في السبور ايز سي دي تر لي ميور نيميرو 1 في كل شيء ولا ما كانوش كيكذبوا عليك الا ما كانوش يكذبوا عليك بشي فيديو مفبرك باش تخيب ان روما الاولي سو سي سا كي اد مي غتحيد لهم الفلوس تكون على يقين واحد 40% غادي تحيد ولا 60% غتحيد غيبداو يرابي بوحدو في الدار ولا هادي وغيمشي يدير خدمه اخرى دونك دي فوكي طريقه باش كتفكروا وهذا الشيء هذا هو اللي واقع لهاد الموضوع اللي تحل اصلا والله اللي تم ملي بداو شي سيتو يا دراري ميساج وبنات ميساج يقولوا لي مهدي كل هاد ويتش كل اديتي انا شي ديجا دويتش فيه قبل ما يوقع هذا المشكل وراكم عاقلين على اللايفات اللي داش ولكن والله اللي تبقى كنقول شو على حاله دابا انا نسيت راه مغيب بما بالنسبه لي انا شعل فيه العافيه ما عندي ما ندير به الله كماش وكا غتقول شي لعيبه في المقابل اي ديد ماي بيست باش انني نبقى زعما اوبتيميست بهذا المصطلح يعني متفائل بانه لا راه الشيء ما يمكنش بعموشة وكلهم دايرين طاقين الحس مود وجالسين تيحسوا نو ماشي الحس ماشي الحس صراحة مش با داكور افيك بو هاد القضية هادي بقيت كنقول واه وات ذا فاك واش وصلنا لهاد الحالة هادي سو الدراري خلاصة القول كل من يفكر في التجارة هذا هو باش ما تخش لا خلي الفلوس نو هذا شغل الفكرة الخلاصة كل من يفكروا بحال هكا راه ماشي فنان اي واحد باغي يجعل الموسيقى هي تجاره فقط هي اي من حقك تدخل منها الفلوس وما يمكنش انت دير الراب وتبقى تفرح راسك وهذا هو باش ما تدخلش في الفلوس وتدخلهم بالخدمه وما عمرك تقول هذا يتمسك ليا وهذا ما يتمسكش Alors d'abord, il y a un peu de contradiction. Oui, خدم وخاص خدم على الفلوس. So ça va à l'encontre ديال داكشي اللي قلتي قبيله. ولكن كتقول لهم ولكن خدم الناس راه خدامين الناس بوتيت ما يقدش يعجبني انا الموسيقى ديال شي واحد من الناس راه خدامين طوطو اللي يلاه لاح البوم راه خدام راه ديسك غادي نخدامين بوتيت تعطل في الالبوم ديالو يوز 45 راه ضرب البوم شبعان ديسك فيهم الفرده خرج البوم لانكوني خرج البوم الاوبي ديال سمول اكس الاوبي ديال الموبيديك التيتي دو لوكس ديال المونس وغادا وديسك اخرين النوفيل جينيراسيون غادا صون الخدمه كاينه جيماجين كو كاينه الخدمه فوبا ميلونجي لي شوز ما راه خدام انا بوغ مو ومن حقهم يهضروا على الفلوس من المشام نوع ديال الناس اللي اصلا تيتغداو بنص فيه معقوده ولا جوج معقوده تشوا هذا والله الا تحس معقوده واحد الله ماشي يدير اخويا الكونيكسيون والله الا احسن من بزاف ديال الحوايج باش نكونوا واقعيين هاد النوع ديال الناس اللي تيتمسكهم تيليجرام هما ناس اللي كيبغيو المزيكا يتمسكوا ليها سون افوار بوزوان انهم يبقاو يديروا مجهود اضافي باش انه يدبر على كونت كراكي انت يسحبك بين العام كامل يقدر يدبر على كونت سبوتيفاي كراكي الا يا صديقي راه كاين اللي تيبغي غير يدخل نمره ما تعرفش يدخلها تيقول لي دخل نمرتك وتيقول لي غادي دير فيها دير فيها غندو على هاد النقطه هادي باش نختمو جو بونس هادشي غيختم خاصك تقبل ولكن القضيه كامله غترجع عليكم نتوما خصكم تكونوا رجال كونوا رجال ولا كنتو رجال غادي تخدموا الثقافه ديال الهيب هوب في المغرب ولا خدمتوا الثقافه ديال الهيب هوب في المغرب غتولي عندنا الثقافه ديال الستريمينغ
ولا خدمتوا الثقافه ديال ستريمينغ ولا عندنا ديك الساعه ثقافه ستريمينغ غادي تدخلوا نتوما لاخر. ولكن خاص الخدمه ماشي خويا انت كتجي ليا طراك منقول كل 5 سنين وتقول لبنادم خويا دخلوا ليا الفلوس بس. اوكي اوكي فريمون كنتي اغريسيف كتاتاكي كتاتاكي ميم سي الا دويتي جينيرال يفو با دوني دي سين ديال هذا ولا هذا هذا باسكو ملي كتعطي دي تروك اللي كيبان بان كيما قلت في الاول كاينه شي لعيبه لداخل عندك اي ميم كونستات في لي فيديو اللي كنت ديجا تفرج فاش كيطرا لك شي مشكل مع شي لابل ولا شي لعيبه تبرون لي شوز بيرسونيل وهذا سي موفيز شوز. عندو على هاد البارتي الاخرى اللي دويتي عليها هو ان باش نبدلوا العقليه وهداك اللي غيتصنف تيليجرام راه عنده غير تيليجرام وكاين اللي كيجيب لك تليفون وكيقول لك هاك دخل لي النمره او فيت داك اللي كيجي يدخل لك تليفون كيقول لك هاك دخل لي النمره راه دي فوا يقد يكون ساتش بعان العاقه باسكو دي بيرسون اللي باع الارض كان في العروبيه وعايش وهذا والحياه الجميله تما باسكو انا بو مو اللي عايش في العروبيه وكيمشي للمدينه غاب غامكلخ و تاهو تجر مع العولامه ما عليناش عايش في العروبيه ها الاراضي ها كلشي ديالو واحد النهار شقات ليه باع كلشي ويهبط هبط للمدينه هذا ما كيخدم لا بالتليفون لا والو ما هذا ولكن ملي يوصل للمدينه الفلوس اللي عنده اليوم بيرمي باش يشري اخر ايفون كاين ولا اخر سامسونج الوغ هذا كيقد يوقف عليك بهذاك السامسونج كيقول لك هاك اخويا دخل لي هذا سو سي با بروبليم دارجون ماشي مشكل ديال الفلوس سي ان بروبليم ديال يعرف وهذا هو لو بي علاش هضر بنادم بنادم ولا كيقول لهم ما داك كيما غنعاود نقوله ونقوله ونقوله روا با جو بونس با كانوا ضد الفقير اللي غادي يمشي يدبر على تيليشارجي ويجلس ويتمزك لها نو هما كانوا ضد هادوك اللي دايرين بالعاني اللي عندهم عقليه ديال خيخي اللي باغين يمشيو كيتسناو حتى تلوح الالبوم باش يمشي هو يجري يمشي يلوحو في التليجرام باش يطلع الجروب ديالو ولا ما عرفتش حق الله ما عرفو كيفاش كيخدم هاد التليجرام باش يطلع الجروب ولا يديرو في اون شين باش يطلعو هذا هادو هما السوسه هاد السوسه هادي هي البروبليم اخويا ما الانسان الفقير ولا اللي ما عندوش ولا هذا هادوك ما دووش عليهم جو نو بونس با تجبدو في اي موضوع مي ما عليناش تسمح لي طولت عليك هذا ما كان انكور اون فوا اسمح لي انا جافي سولمون مون ايدي ومرحبا بالافكار ديالك سي تو بونس كو جي با ريزون ولا شي حاجه مرحبا باي فيديو ولا شي حاجه مرحبا باش نشوف بيتيت نقدر نكون غلط حتى انايا في هاد الاناليز اللي قلت مي اون جينيرال لاندستري الا بغينا نزيدو فيها راه تضافر الفرص تضافر المجهودات تاعنا يعني خاص كلشي يدير لي فور خاص لو رابور يخدم خاص نورمالمون لي ليبل ils offrent meilleur prix خاص البوبليك يوعى وتكبر الثقافه ديالو قبل ما نشوفو فين غيتمزك تكبر الثقافه ديالو في الموسيقى يقرا ويفهم ويعرف اشنو كاين عاد من بعد ملي غيعرف اشنو كاين غيعرف اين رابور كيعجبو باش يولي ان فغي فان كيما قلتي انت لي فان راه كيتبدلوا راه كاين لي غا مع الموجه راه كاين اللي شايف هذا عنده مليون كيمشي كيلصق معاهم وغادا بحال هكا صوي خاص الكولتور عند بنادم حتى تولي كاينه وابخي صافي يعرفوا الا كانوا فان غيعرفوا علاش وما فان باسكو ملي كتعرف انت علاش انت فان كتعرف شنو هما التضحيات اللي غتقدي على ود بنادم حيت كتشوف التضحيات اللي هو كيدير هذا ما كان اسي صح خاص واحد التعاون الناس ديال الرياكشن حتى هما خاصهم يتوقدوا حتى هما باسكو بنادم لا باغي يدندن براسو باش يدير زعما راني كندير رياكشن اي مالوغوزمون هادشي اللي كاين كلشي باغي غير الفلوس الفلوس والماده وهادشي وكيشوفوا الصدقات لشي واحد كيجيو كيديروا بحال باش حتى هما يطلعوا سو الخلاصه بالنسبه ليا خاص لا مونتاليتي تبدل وباش تبدل لا مونتاليتي يفو لي ميساج اللي كيكونوا فيهم الوعي ولا كالتوعويين وكتنصح فيهم بنادم باش تبدل الفكره على اين اسمح لي اونكور اون فوا بور هادي وسمحوا لي طولت عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اديوس.